وبعدين ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ خلاص العقبال عندك يا حماد، انا طالع عمره. لا ايه يا عم في ايه؟ نزعل منك قوي يا حسام، احنا يا ابني مش متفقين؟ متفقين على ايه؟ على اننا هنطلع العمره سوا، جبت لي التاشيره. جرى يا عمي انت صدقت؟ دي بنتك اللي مخلاني محرم على طول، الهانم حطت الهدوم في الغساله من غير ما تشغلها في كده. انا اسفه يا حبيبي والله نسيت، بس انا قلبه الدنيا على شغال. تكونش عايزه يعني تسيب مستقبلها وتتفرغ لك انت وتقعد تطبخ لك وتكنس لك وتغسل لك هدومك؟ يعني انت عاجبك منظري بالشكل ده حماتي؟ خلاص بقى يا حبيبي تيجي ناكل بيتزا؟ مش عايز اكل. ومالك بتتنك قوي كده ليه؟ مش كفايه انك انت ما وقفتش جنب مراتك النهارده؟ على فكره يا استاذ بقى، مراتك مترشحه لمنصب كبير جدا، امين عام الجمعيه. يعني ايه جمعيه الامم المتحده؟ ايه يا حسام، انا ما بحبش حد يتريق على شغلي. يا بنتي حسام ما يقصدش. لا يقصد. ما يقصدش. لا يقصد بقى. يقصد يقصد. الله اصلا عارفه رجاله كده بيغيروا من نجاح زوجاتهم. بعد اذنكم. ما شاء الله بينا احنا كمان يا لطفيه، متهيألي انت كده عملت اللي عليكي وزياده، سخنت العيال على الاخر، يمكن يقتلوا بعض الليله. اتفضلي اتفضلي. اول ما تطلعي تصرح جوزك على طول. ايوه يلا. استنى. اوعي اوعي. ايه يا لطفيه؟ اوعي إيه؟ قلت لك مش عاوز امسك ايدك انا. الله حرام عليك يا لطفيه، هو احنا ما ينفعش نمشي من عندهم الا ما تسيبيهم متخانقين؟ انت مش شايفه انسان مستفز ازاي؟ نزلني. حاضر على مهلك. امبارح بقى الساعه 1:30 بالليل شايفني خارجه من باب الفيلا، ما قاليش يا حماتي من فضلك خليكي بايت عندنا، مش خايف عليا من انفلات الامن اللي في الشارع؟ انفلات امن ده ايه؟ واحنا طالعين الدائري يا ربي، ايه انفلات امن ده؟ احنا فيلتنا اهي، عايشين في كومباوند واحد وطيب انفلات امني. حرام عليكي بقى، قاعده عندهم ليل ونهار مش مديهم نفس عشان يعيشوا مع بعض شويه لوحدهم. انا حره بقى، انا حره، عايزه اطمن على بنتي. ها تطمن عليها من ايه بس؟ ده احنا بنبقى قاعدين في اوضتنا مش عارفين ننام لصوت شخير جوز بنتك حسام. خلاص خلاص انتهى الحديث بيني وبينك، اتفضل. حاضر. الانفلات امني قال ده انا حلم حياتي يطلعوا عليكي يثبتوكي ويخطفوكي وشوف لي مين هيدفع فيكي فدية. بتبرطم بتقول ايه؟ ولا حاجه، بكلم نفسي انا حر. حاجه غريبه. صباح الخير يا باشمهندس. خير يا باشمهندس. بكره تسلموا باسبوراتكم للعلاقات العامه عشان يخلصوا لكم اجراءات السفر. هتسافر فين ان شاء الله يا فندم؟ على فكره انا سامع ان الشركه تعاقدت على الشبكه الجديده بتاعت لبنان. سفريه لبنان دي اللي هيخلصها رفعت وفوزي. يا ولاد المحظوظه. انتوا هتسافروا بجمبوره. جرى يا فندم، وحضرتك رجعت في كلامك ولا ايه؟ مش حضرتك الاسبوع اللي فات قال لنا ان احنا هنسافر بره مصر؟